يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار لإكمال الدراسات في الطب البشري لعدم توفر التطور والخبرة في بلادنا الإسلامية؟ جار أنه إذا كان بالمسلمين حاجة إلى تخصص من التخصصات ولا يوجد في بلاد المسلمين، فله أن يسافر إلى بلاد الكفار لتحصيل هذا التخصص لأجل ينفع المسلمين به، لكن مع التمسك بدينه وإظهار دينه وعدم المساومة على دينه والخوف من الفتنة. نعم.